فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعضهم أولياء بعض، هذه صفة. الصفة الثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما المنافقون فهم بالعكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمعروف المراد به كل ما أمر الله به، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر كل ما نهى الله عنه، سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر. يأمرون بالمعروف، فهم يأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله، وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم دعائم الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في الحقيقة داخل في قوله تعالى: بعضهم أولياء بعض، لأن من موجب الولاية فيما بينهم أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، لأنهم يحرصون على ما ينفع الجميع ويتجنبون ما يضر الجميع، ولا يقتصر أحدهم على نفسه فقط، وإنما يحرص على ما ينفع إخوانه ويدفع الضرر عنهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفات المؤمنين. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من صفات المنافقين.